أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار، ونبدأ مع كريس جيريكو في بودكاست ترو جوردي. سألوه على الموضوع هذا، فينس ماكمان له تاريخ مع السيدات على الشاشة يوم يكون معاهم نفس تريش ستراتس، سيبل وغيرهم، يعمل معاهم حركات. طلع الموضوع مو بس كاركتر ولكن يسويها في الحياة الواقعية. كريس جيريكو رد: أنا حزين أن صار هالشي لأني أعرف فينس زين، بس هل يعتبر ممنوع؟ لا أعتقد ذلك، لأن صار اللي صار وبعدين دفع لها فلوس. ولا تفهموني غلط، موضوع اللي سواه مش زين ابدا، بس هل بيتغير شيء في الشركه؟ لا اعتقد ذلك. وبالاخير الناس بيقولوا اوه هذا فينس وهذه عالم المصارعه. اول شيء حبيبي جيريكو، اللي سواه فينس يعتبر ممنوع ومش عادي ابدا ان تستغل وظيفتك وسلطتك في الشركه عشان تقيم علاقات مع الناس الموجودين فيها، سامحني. وفوق هذا الريال متزوج، بتقولي والله هم منفصلين بس كاسم مع بعض يعتبر زواج بالاخير، يعني في المحكمه الاوراق تقول هو ولندا زوج وزوجه، قانونيا ودينيا يعتبر غلط. ولكن النقطه الثانيه، يوم قال ان فينس ماكمان ما راح ينشال من منصبه او انه بنشوفه في الشركه وما راح يتغير شيء، انا اتفق معاه تماما، راح يتم في WWE. ونفس ما ذكرت تكلمنا على الموضوع بتفاصيله، الطريقة الوحيدة أن فينس ينشال من الشركة هو إذا المبيعات تأثرت، الفلوس تأثر، فالمستثمرين لو شافوا الموضوع زاد عن حده نعم بينشال وبيروح بيته. ورقم اثنين، المعلنين إذا سحبوا الإعلانات وقالوا لا فينس ما نبغى نشتغل معاه دام هو داير العروض، هني هي بيصير التغيير. ومن ديف ملزر يقول: براين دانيلسون متعافي من إصابته، ولكن حفاظا على سلامته توني خان طلب منه يريح بسبب تاريخ إصابات ارتجاج المخ عنده، وطلب منه يعمل فحوصات أكثر لين ما يتأكدوا فعلا أنه ما في أي ضرر ويقدر يكمل بكامل عافيته. والخبر هذا أسعدني كثير، يدل أن توني خان ما يخصب حد يقدم مباريات ولا أنه يباهم في العروض بسبب الفلوس. يعني المفاجأة كانت حلوة بالأخير أنه طلع كلاوديو، بس في نفس الوقت سلامة براين أهم من هذا كله. رأي النمث أخو دوف زيجلر عمل لقاء جميل يتكلم فيه عن الكارد القادم Death Before Dishonor اللي بيصير قريبا. Honey. Honey. You're obviously a big wrestling fan. Now who? This way. Honey. Okay, just real quickly, I want to talk about the acquisition of Ring of Honor and what it means to all Elite, right? Am I boring you? If I rub your belly, will you tell me if you think Wheeler Yuta has a good work rate? Now you of all people appreciate the backstory to the long-term storytelling, right? What is your problem? Claudio and Danielson, who do you think has the best work rate? وفي بينج ذا اليت شفنا هانجمان بيج عنده رساله لجماعه الدارك اوردر، قال: صح ربعكم معظمهم طلعوا من الشركه، ستو غريسون، الين انجلز، وكولت كابانا ما يعرفونه وين، بس انتم الباقين لازم تكونون يدا واحده وتحبون بعض لان الربع هم اهم شيء في حياتكم. الله عليك يا هانجمان، الله عليك حكيم. وقاعد افكر بالموضوع، قلت مع الاصابات في AEW لو قلنا عرض اول اوت يعني كان قريب والاصابات تمت، يعني معظم النجوم ما رجعوا، هانجمان بيج بيكون الشخص المناسب انه يواجه جون موكسلي على لقب العالم. بتقولي والله خسر اللقب توه، بقول لك صح، بس هالاثنين لو قدموا مباراة حتى لو خسر فيها هانجمان راح تكون مباراة مجنونة، وفوق هذا الجمهور حاب الاثنين هانجمان وجون موكسلي، وتخيل البروموهات بينهم راح يبدعولك فيها، والبيلد اب بيكون بيلد اب جميل. فسي ام بانك يعني حتى الان ما نعرف اذا بالضبط بيرجع بعد 3 أشهر من علاجه او انه يقدر يوصل لاول اوت. انا اشوف براين دانيلسون خيار مش منطقي لان الاثنين في فريق واحد، فخليه يركز على شيء ثاني يسويه، ونشوف هانجمان مع جون موكسلي 1-on-1. ننتقل لعالم الWWE، شفنا تغريده من لينسي دورادو يقول: نايومي متى بنسوي لوتشا ثينجز؟ ونايومي ردت بأسرع وقت ممكن براذا. التقليل من نايومي شفته هالفترة يعني يقارنونها بساشا بانكس، بس أنا أشوف نايومي لو عطوها فرصة وحرية أن تقدم مباريات على ستايلها راح تقدم لك مستوى خرافي ومجنون. يعني إذا AEW بيوقعون مع ساشا بانكس، أنا أشوفهم لازم يوقعون مع نايومي ويكثفون قسم السيدات عندهم، لأن الفترة هذه صراحة مستواهم ابدا مو بزين. طلع خبر بان WWE تستعد بدفع بشكل قوي لثيري ومات ريدل في الفتره القادمه. الدفعه صارت يا حبايبي، شفنا مات ريدل يلعب ضد رومان رينز، هذه كانت الدفعه. ومن ناحيه ثيري عنده ماني ان ذا بانك. امبارح وانا اسولف مع واحد من الربع قلنا متى الوقت المناسب لثيري يعمل كاشن، وقلت له السيناريو، قلت له شوف
إذا فعلا تبغى تسوي شيء تاريخي والناس يتذكرونه بشكل قوي بشكل حلو، في عرض Clash of the Castle نشوف درو ماكنتاير ضد رومان رينز على اللقبين. يلعبون مباراة، رومان رينز يعمل سبير لدرو ماكنتاير 1-2 كيك اوت، ونشوف ثيوري طالع بيعمل كاشن. الجمهور طبعا في بريطانيا بيعملوا له بوز لين باتشر، يعني ما حد بيحب يشوف ثيوري يعمل كاشن وياخذ الفرصة هذه. فهو على اساس بيسوي الفينشر على رومان، رومان يقوم يسوي له سبير، كليمور من درو على رومان، رومان يطلع برا الحلبة، درو ماكنتاير يثبت ثيوري ويفوز باللقبين. الطريقة هذه الجمهور بيجنجنونه، وتقدر تحمي رومان رينز انه ما ثبت في المباراة. بعدين يروح يقدم مسلسلات، ياخذ جازة، يسوي اللي يبي، بس عندنا حامل لقب عالمي موجود في العروض ودرو ماكنتاير اشوفه يستاهل. هذا بالسيناريو مني ودبي دبليو اي، لو تسمعون كلامي انا اقول زين. وفي عرض محلي شفنا ناتاليا ما تعمل سيلينج للفينيشر ليف مورغان، قامت على طول وصرخت عليها ما ادري شو كان صاير. ناتاليا غردت وبعدين حذفت التغريده على اساس تقول انا احبك او شكرا شيء شي. شوفوا لو كان تثبيت سريع كان قلت لكم اوكي مو مشكله، تقدر تقوم وتصارخ تقول اوه كيف فازت علي، بس هذا فينيشر ذكرتني بحركه اوستن ايريز يوم سواها مع جون موريسون قبل في امباكت. اشوف الحركه هذه غلط، واتمنى من الدبليو دبليو اي يعني يكلمونها، هذا لو ما عاقبوها على اللي صار في الحلبة. والليلة في ماندي نايت رو بوبي لاشلي عنده تحدي مفتوح على لقب الولايات، بروك لازنر بيظهر شكله بيقدم برومو ولا شيء، او يمكن بول هيمن يطلع له يقول له بروك لازنر. وقالوا في مباراة بعد، اصبر خلينا نشوف، اعلنوا عن مباراة انا متأكد ما يصح حصل مباراة، اعتقد مات ريدل مع احد كان، وصح في سباق الناس كار بيانكا بيلير كانت موجودة هناك وجيت كارجيل كمان، وأنا مستغرب كيف ما أخذ الصورة مع بعض. بتمنى المباراة هذه نشوفها يوما ما، تكون مباراة حلوة. وهنا مباراة رو ما يصح حصلها، ليكون حذفوها الـ WWE. ساعة قاعد أدور، يمكن ما ترد مع سيث رولين صح، لأن ما ترد سوى له RKO أسبوع اللي طاف، فيمكن بيلعبون هذا الأسبوع، بس مو متأكد. لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما أبدا بينكم 1 سويي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 ي